الطب التكميلي يشمل العلاج كل الأمراض العضوية، وكذلك يشمل حتى التجميل الطبيعي والصيني. هذه البادرة يعني كانت عندي هذه الفكرة من قبل في ظروف الحجر كانت عندي، وكنت كنتسنى الفرصة أن ترجع الحياة الوضعية ديالتها. من قبل كنت كنقول خاصني اللي غيدليني على بعض المراكز اللي محتاجين هاد العلاجات وهادو، والتجأت لكم لأنكم منسوقين ما شاء الله وعندكم شهرة ما شاء الله. لهذا هاد التقنية باش جاتني بالوالدين ديالي أول شيء، لأن هادوك الناس كنحطهم في مكانة الوالدين ديالنا، هما ما محتاجينش كعلاج، هما محتاجين كزيارة بعد أول شيء، الإنسان يلتفت لهم ويزورهم هذا أول شيء. من بعد غير يجي العلاجات، هما محتاجين شحال من حاجة، محتاجين المودة والرحمة، ومحتاجين واحد الالتفاتة نفسية قبل ما يكون كعلاجية، وهما عندهم علاقة مع بعض. لهذا أنا طحت لي هذه الفكرة، علاش ما نزورهمش، علاش ندير هذه المبادرة تكون نشوف أشنو خاصهم كعلاج. كتعرف الناس الكبار في هذه الظروف ديال البرد أنه كيكون عندهم تشنجات عضلية، كيتشكون الظهر ديالهم الركب ديالهم، ممكن ما كيقدروش يخرجوا ومشوا يلتاجئوا لبعض المراكز العلاجية. أنا ما عرفتش هذه الظروف اللي كيعيشوها هما، ولكن أنا جاتني كفكرة بغيت ندير لهم واحد الزيارة علاجية، وماشي كامرأة تكون مستمرة إن شاء الله دائما، ونشوف متطلبات ديالهم المرفوقة، كتكون بعض الكريمات المرفوقة بعض العلاجات مجانا، فعلا مجانا تطوع. وما كرهتش أنا جميع الناس المعالجين أو في جميع المجالات يفكروا بهذه الفكرة، ويفكروا في المراكز كخيريات كدار العجزة وغير وغير، يعني اللي عنده شي حاجة يساعد بها الغير قبل ما نزورهم وما عرفش المقر ديالهم. يعني هنا في المركز ديالي كانت مختصة العلاج بالمجان الناس اللي تكون في واحد السن معين، الناس اللي ما كيعملوش، يعني احنا مساعدة فعلا، يعني تكون مساعدة فعلا، يعني عاملين هالناس كيكون واحد السن معين ولا محتاجين، كتكون العلاج كتكميلي بالمجان. وكنا حاطين اعلانات على الفيسبوك وبعض المواقع، لان كنقولوا بان احنا راه كنعالجوا هاد الناس بالمجان. مرحبا بهم الناس اللي كيشوفوني، ان حبوا الناس الخير، يعني الانسان اللي حب الناس الخير ياتيه الله خير، يعني التحاب وتراضوا بعضياتكم، يعني الانسان اللي كيملك اي حاجه يخدم بها الغير سواء قليله. انا ما عنديش حاجه كثيره، انا عندي حاجه قليله، ولكن بالنسبه لي انا اللي غنفع بها الناس غتبان كثير. فهمتي؟ يعني الانسان يفكر في الغير باش الله راه يفكروا حتى هو. هذه هي الميساج اللي ولكن بهذا المنبر يعني كاينين الناس اللي عندهم بعض التقنيات اكثر يتطوعوا. انا ما عرفتش واش الناس داروا هذه المبادره ديال العلاج التكميلي لدار العجزه، ما عرفتش واش، ولكن الا كنت انا اول مبادره كنحمد الله وكنشكره. يعني الفكره كنت كنفكر معها من زمان، والله كنقول علاش كنفكر، حيت عندي امي وعندي با الله يخليهم ليا. الله يخلي لي والديا، حيت كتبغي والديك بزاف، الله يطولهم العمر الله يخليهم ليا. كتبغي تدوك الناس في مكانة الوالدين، الله يخليهم ليا والديا بصحة جيدة، الله يخليهم ليا وكنبغيهم بزاف طول العمر. يعني الام ديالي دائما كتقول لي الوقت اللي غتبغي تمشي بنتي انا راه غادي نمشي معاك، بغيت نمشي معاك وبغيت نكون مع داك الناس. حقاش قصي واحد الوقت الحساس، ملي قلت لي والديك قصي واحد الوقت الحساس، علاش بكيت كنتاسف، علاش حبيت هاد الناس، انا راه بنتهم، انا راه بنتهم اللي غتزورهم في مكانه بنتهم، اللي غتجي عندهم، اللي غتطبطب عليهم، اللي غتساعدهم بالقليل ماشي بالكثير، ولكن نتمنى انه يكون منفع عليهم وشفاء ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى من الله يا ربي.